انا متخيل ان نادي الزمالك لن يستطيع احراز اهداف في اول 10 دقائق. ايضا يستطيع نادي الزمالك ان هو يحرز اهداف في اول 10 دقائق اذا ضغط على خط دفاع النادي الاهلي، اذا ضغط على خط دفاع النادي الاهلي من الاول، من البدايه، من عند ال 18 بتاع النادي الاهلي. وده ممكن يحصل، ان في مدرب فكره اول 10 دقائق اضغط على لعيبه النادي المنافس قدامي في اول 10 دقائق، عشان اعرف ان ساعات بيحصل ارتباك في خط دفاع النادي الاهلي. والمشكله الوحيده او المشكله الكبيره اللي موجوده مش في النادي الاهلي بس، في مصر كلها، الاثنين الاستوباريه دي مش في النادي الاهلي بس، دي في مصر كلها. النادي الزمالك الحقيقه الناحيه الهجوميه عنده افضل بشويه من النادي الاهلي، سواء اللعيبه اللي موجوده، لان حاله اللعيبه اللي موجوده الحقيقه خلال الفتره اللي فاتت مؤثره بشكل كبير. انا بتكلم على منذ بدايه الدوري وحتى الان، ولكن منذ مجيء ميدو للنادي الزمالك تغيرت طريقه لعب. الزمالك كان بيلعب 4-3-2-1، لكن دلوقتي تغير طريقه لعب، اصبحت 4-2-3-1. ثلاثه اللي بيلعبوا ورا راس حربه اللي قدام، اللي هي المشكله الكبيره اللي موجوده في نادي الزمالك دلوقتي، ان هو ما فيش راس حربه، او ان باسم مرسي لم يستطع الوصول الى مستواه. انا شخصيا اخترته كافضل لاعب السنه اللي فاتت طوال الموسم، لكن السنه دي انا الحقيقه لم يصل الى 10% من مستواه. دي فرقه كتير جدا 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 مع نادي الزمالك. يجب ان يكون موجود في المجموعه اللي موجوده كهربا وشيكابالا واي حد ثالث، ممكن يكون ايمن حفني، ممكن يكون مصطفى فتحي. يعني لما بيبدا المباراه انا استغربت جدا، يعني انا حتى في ناس كتيره علقت على الموضوع ده، ان انا قلت ان مصطفى لما بيبدا المباراه ما بيبقاش زي لما بينزل كبديل. اعتقد ان هو هيلعب ايمن حفني وشيكابالا وكهربا. ايمن حفني وشيكابالا الاثنين انا شايفهم يقدروا يغيروا الملعب ويغيروا اللعب ويغيروا طريقه لعب نادي الزمالك ويغيروا اي حاجه في اي وقت. كهربا عنده مشكله في اللي هي الناس كلها عارفاها، اللي هو بيمسك الكره اكتر من اللازم. لو استطاع كهربا في المباراه دي تحديدا ان هو يلعب للفريق اكتر، او يتعلم ان هو يلعب للفريق اكتر، مش المباراه دي انا بتكلم عموما كمان، هيبقى واحد من افضل اللعيبه اللي لعبت في مصر او اللي هتلعب في مصر خلال الفتره اللي جايه.